الحمد لله شكرا لا نفاد له. الناس في غفلة عما له خلقوا، ما أغفل الناس عن يوم ابتعاثهم ويوم يلجمهم في الموقف العرق. لك الحمد حمدا متواليا متواترا متسعا مستوثقا، لك الحمد يا رب المحامد كلما تدانت مسرات وولت شدائد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء، موضوعات متنوعة وفقرات مختلفة في مساحتنا الخاصة كولاج. وقفتنا المعتادة حول ما يحدث في عالم الأخبار الثقافية محليا وعالميا، وفي حزمة أخبارنا لليوم في الخبر الأول، الحاثي يصدر مظاهر الثقافة والحضارة والتراث بسلطنة عمان عبر التاريخ. تستحضر صفحات وفصول كتاب إضاءات على إسهامات العمانيين الاجتماعية والعلمية والفكرية للباحث والكاتب العماني سعود بن علي الحارثي الكثير من مظاهر الثقافة والحضارة والتراث العماني. يتناول الكتاب العديد من الموضوعات والعناوين ذات الصلة بالماضي، القرية العمانية والتراث والهندسة المعمارية التراثية والمخطوطات والرسائل والآداب والفنون والصناعات التقليدية والأودية والأفلاج، إضافة للحديث عن العماني وعلاقته بالنخلة والمساجد ودور العبادة وحلقات العلم، إذ يسلط الكتاب الضوء على الكثير من الصفحات المضيئة في تاريخ السلطنة. يتوقف عند المنجزات التي شهدتها السلطنة على المستويات الثقافية والعلمية والفكرية والاجتماعية عبر الحقب التاريخية المتعاقبة. يذكر أن سعود بن علي الحارثي هو كاتب وباحث عماني له قرابة 9 مؤلفات، كما أسهم في تأسيس مجلة الشورى بسلطنة عمان. وفي خبرنا الثاني، احتفالات بمرور 100 عام على صدور رائعة جيمس جويس. أحيا الإنجليزيون ومهتمون بالأدب في أنحاء مختلفة من العالم 100 رواية يوليسيوس للشاعر والروائي جيمس جويس، وهي أحد أهم المؤلفات الأدبية في القرن الماضي، وذلك بالتزامن مع احتفاليات بلومسدي التقليدية نسبة إلى بطل الرواية، وهو اليوم الواحد الذي تجري أحداث الرواية خلاله وتصور أدق تفاصيله. وتروي رواية يوليسيوس تفاصيل ترحال يوبولد بلوم، وبلوم هو رجل إيرلندي عادي يتابع بشكل غير مباشر المغامرات نفسها التي عاشها بطل ملحمة هوميريوس الإليادة عند عودته من طراودة. وتدور أحداث الرواية في العاصمة الإيرلندية دبلن التي كانت أنذاك تحت السيطرة البريطانية، وترجمت إلى اللغة العربية للمرة الأولى عن طريق المترجم المصري الراحل طه محمود طه، كما ترجمها صلاح نيازي، وصدرت في 4 أجزاء عن دار المدى العراقية. وفي خبرنا الثالث والأخير، لقاء حواري حول كتاب العلم والعولمة. بدعوة من مركز الدراسات القانونية والسياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، وبرعاية وبحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، أقيم لقاء حواري في مبنى الإدارة المركزية في الجامعة حول كتاب رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله بعنوان قراءة في الأزمة من منظور اقتصادي ومعرفي. وحضر اللقاء حشد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والتربوية والفكرية والاجتماعية. قدم اللقاء وأداره الكاتب والإعلامي بيار أبي صعب، وتحدث فيه إضافة إلى رئيس الجامعة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كميل حبيب والدكتور جورج قرم والأستاذ سعد محبو ورئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية في كلية الحقوق الدكتور أحمد ملي. إياك أعني واسمعي يا جارة، مقولة عربية قديمة وردت في أبيات شعرية وتداولها العرب بعد أن جاءت على لسان سهل بن مالك الفزاري الذي قالها وكان يقصد بها أخت الحارث باللأم، حيث أراد سهل بهذه الأبيات الشعرية التودد والتقرب منها ولكن بطريقة غير مباشرة. وردت قصة هذا المثل في كتاب مجمع الأمثال للميداني، ويحكى أن هذه الأبيات جاءت بعد أن خرج الفزاري يريد النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فمر ببعض أحياء طين وأراد أن يسأل عن رأس القوم هناك،
فقيل له إنه حارثة بن لا، وعندما توجه إلى بيته لم يكن حارثة هناك، فاستقبلته أخته ورحبت به وضيفته وأكرمته، ثم خرجت من خبائها وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها، فأعجبته وتمنى لو طلبها للزواج، وكان لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك، فجلس بفناء الخباء يوما وهي تسمع كلامه، فجعل ينشد ويقول: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي. فلما سمعت قوله عرفت أنه إياها يعني، فقالت: ما هذا بقول ذي عقل أريب، ولا رأي مصيب، ولا أنف نجيب، فأقم ما أقمت مكرما، ثم ارتحل متى شئت مسلما. فاستحيا الفتى وقال: ما أردت منكرا وسوءته. قالت: صدقت. فكأنها استحيت من تسرعها إلى تهمته فارتحل. فأتى النعمان فحباه وأكرمه، فلما رجع نزل على أخيها، فبينما هو مقيم عندهم تطلعت إليه نفسها وكان جميلا، فأرسلت إليه: أن اخطبني إن كان لك إلي حاجة يوما من الدهر، فإني سريعة إلى ما تريد. فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه. هذه كانت قصة مثل إياك أعني واسمعي يا جارة، يضرب هذا المثل في الوعيد والتهديد والتلميح. يعتبر من أشهر كتب التاريخ الإسلامي بأسلوب عفوي وواضح يخلو من التكلف والألفاظ الغريبة والمعقدة، يزيل اللثام عن جوانب من أوجه التاريخ. يقول عنه مؤلفه أنه جمع فيه ما لم يجتمع في كتاب واحد. يسرد ابن الأثير تاريخ البشرية القديم منه من بداية الخلق مرورا بظهور الإسلام ولحين العصر الذي كان يعيش فيه. كتاب الكامل في التاريخ. يعد كتاب الكامل في التاريخ جامعاً لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما، بدأه مصنفه بذكر تاريخ أول الزمان إلى آخر سنة 28 و600، وقد رتبه ابن أثير على حسب ترتيب السنين. وتمثل منهج المصنف في أنه يذكر في كل سنة حادثة كبيرة مشهورة ثم يؤرخ لها، أما الحوادث الصغار التي لا تحتمل منها كل شيء ترجمة فإنه أفرد لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة. يتكون الكتاب من 12 مجلداً يتبع فيهما ابن أثير منهج التسجيل الحولي، بمعنى أنه كان يسجل الأحداث بشكل سنوي، ويشار إلى أنه قام بموازنة ما بين الأخبار الشرقية والغربية دون أن يهمل الأحداث المحلية في منطقته. كان يذكر في تسجيلاته الحالة الجوية والاقتصادية المعيشة، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية كالأوبئة والأمراض أو الزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر الأخرى. وبالتالي فقد كان هذا الكتاب شاملاً وعاماً للتاريخ أكثر من أي كتاب آخر. تتنوع الموضوعات في مجلدات هذا الكتاب بين ذكر فوائد علم التاريخ بشكل عام، ثم ذكر الكاتب بدء الخلق وقصص الرسل والأنبياء لحين سيدنا عيسى عليه السلام وصعوده إلى رب العالمين، إضافة إلى أخبار القبائل العربية قبل الإسلام. وتناول الكتاب مرض النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته، وكذلك العديد من الذكريات والمشاهدات الخاصة للكاتب. فابن أثير كان ذو عقلية تحليلية يفسر الأحداث السياسية والاجتماعية والأخلاقية وينتقدها بشكل علمي ومقنع، يدل على فهمه وبصيرته الكبيرة. ويشار إلى أن أكثر ما يميز هذا الكتاب هو أن ابن الأثير قام فيه باستكمال الأحداث التي توقف عندها الطبري، حيث تضمن هذا الكتاب الحروب الصليبية وزحف التتار إلى البلاد الإسلامية، وذلك بأسلوب عفوي وواضح يخلو من التكلف أو الألفاظ الغريبة والمعقدة. ابن الأثير هو عز الدين أبو الحسن الموصلي، يعتبر واحداً من أهم المؤرخين الإسلاميين عبر التاريخ. ولد في عام 555 في جزيرة بن عمر الواقعة على الحدود السورية التركية لأسرة تهتم بالعلم والدين، فحفظ القرآن الكريم وتعلم أصول القراءة والكتابة، ثم سافر إلى مدينة الموصل وتعلم الأحاديث الشريفة وحفظها، وانتقل من بعدها إلى دمشق
ونهل العلم والفقه على أيدي أهم الشيوخ فيها. ألف ابن الأثير العديد من الكتب المهمة خلال حياته، يرجع الفضل في ذلك إلى صداقاته الواسعة مع الحكام في الموصل وأسفاره المستمرة بحثاً عن العلم. كان الجنوب موجهاً للأعلى والشمال للأسفل، هكذا رسم علماء المسلمون الخرائط قديماً. الخرائط ليست مجموعة من الخطوط فحسب، بل تمثل مفتاحاً وتشكل معاني تبني جسور المعرفة بين بقاع العالم. فمن الخرائط التي رسمت بأكوام الحجارة والرمال إلى الاهتداء بالنجوم وتقنية الاسترلاب، الخرائط عند علماء المسلمين قديماً. بدافع الفضول والتحري والاكتشاف، بدأ الإنسان في نبش المسافات والمساحات من حوله، فكانت الخرائط. لا يخفى على أحد أن علماء المسلمين قد قلبوا الدنيا رأساً على عقب، فقد قلبوها بكل ما للكلمة من معنى، وذلك عبر ما رسموه من خريطة للعالم. ويبدو أن القمة كانت أمراً ينشغل به راسمو الخرائط، فبالاعتماد على رأي نيك دانفورث الباحث والمحلل الأمريكي، قام الأوروبيون بوضع الخرائط وتحديد جهتهم، لأنهم ببساطة أرادوا أن يكونوا على القمة. فمن المرجح أيضاً أن المسلمين كانوا قد أرادوا أن تكون مكة والكعبة في قمة العالم. نقلب صفحات التاريخ لننظر أن أول خريطة للمسلمين كانت سنة 89 هجرياً، وكان العرب يسمونها صورة أو رسماً أو لوحة رسم، ولم تستخدم كلمة خريطة إلا في عهود متأخرة حين تسلم المهمة الخوارزمي بعد دراسته للرياضيات وحساب المثلثات في الهند في عهد الخليفة العباسي المأمون، الذي تطورت العلوم في عهده كثيراً. ويعود السبب في انتشار الخرائط في تلك الفترة لاتساع رقعة أرض الإسلام وتحولها لمركز استراتيجي مهم في العالم، ولامتداد خطوط التجارة وطرق الحج، حيث احتاجت الدولة الإسلامية لمعرفة تضاريسها بدقة لتحديد مقادير الضرائب، حيث زادت حركة السفر والترحال في أرجاء أرض الإسلام للتجارة أو الحج أو لطلب العلم. الشريف الإدريسي كان من أهم العلماء الذين أحدثوا نقلة نوعية في فن الخرائط، حيث رسم العديد من الخرائط ذات الوصف الدقيق بتصور شكل الكرة الأرضية، وقال بكرويتها في كتابه الشهير نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. بينما نجد أن الخرائط والبساطة، إلا أن هذا هو الهدف منها، فقد رغب أن تكون تماماً مشابهة لتلك الخرائط التي تم إنتاجها لخرائط الأنفاق في المدن الكبيرة كلندن مثلاً، لتمنح المعرفة أكثر من جانب الجمالية. كان الرحالة الإصطخري أحد الجغرافيين الباحثين في القرن العاشر، ويلاحظ في أعماله أنه قد استلهم العديد من أساليبه من مدرسة البلخي، بل حتى أنه يتم النظر إلى خرائطه باعتبارها امتداداً لسلفه البلخي. يعتبر الإصطخري من أوائل الجغرافيين الذين قاموا بتحديد أماكن وجود طواحين الهواء. عكف علماء الماضي لمعرفة أسرار هذه الأرض من رحالة ومستكشفين وعلماء الفلسفة والجبر، ليقدموا لنا تاريخهم في أوراق البرد والمخطوطات ومحاولاتهم في خرائط تسبر أغوار هذا الفضاء الشاسع. وبالتمعن في تاريخ الخرائط القديمة نجدها عالماً مليئاً بالأحداث والمغامرات، على عكس اليوم ومع وجود خرائط الأقمار الصناعية وخرائط جوجل، فمن الواضح أن هذه الأرض وبكل تفاصيلها وحتى بنيتها قد أصبحت من المسلمات. الرسائل حمائم مؤتمنة، فمنذ بدء البشرية تواصل الناس
بينهما بإعجاب في الأفكار وتخرجا من السوربون سويا، فعملا في التدريس فكانت المكاتب لغة التواصل بينهما إلى أن التقيا. الرسائل الأدبية تمثل الصوت الداخلي للكاتب، حيث تطوي في ثناياها أكثر الأفكار والمسائل قربا وتعبيرا عن روحه، سواء كان ذلك فكريا أو إنسانيا ووجدانيا. في الغرب باتت هذه الرسائل مرجعا مهما يعول عليه في دراسة طوايا الكاتب وأحواله النفسية. الرسائل لعبتنا المكشوفة، ففيها نتكئ على ضفاف الكتابة، ننهل من ينابيع الكلمة ونموج مع نجوم الوجود. واليوم تأخذ الرسائل قالبا آخر متشكلا في العالم الرقمي وفقا لمعطياته. زرع والدها فيها حب الأدب والعلم، وهدهدها الشاعر الكبير نزار قباني، فكبرت تحمل الكلمة في جوفها، تأثرت كثيرا بأفكاره، فكتبت عن الحب والحرب، عملت كصحفية وتحدت ظروف وقيود المجتمع لتكون صوت المرأة السورية، تنقلت بين مختلف دول العالم حتى استقرت في باريس لتنطلق كالسيل الجارف في رواياتها وأشعارها. صاحبة القلم الأنيق الياسمينة الدمشقية غادة السمان. ولدت غادة السمان في عام 1942 في دمشق بسوريا. كان والدها بروفيسوراً في العلوم السياسية، وشغل منصب رئيس جامعة دمشق، ثم وزيراً للتعليم العالي لفترة قصيرة. أما والدتها فهي الأديبة سلمى رويحة، والتي ماتت وما زالت غادة طفلة غادة بشأن فقدان والدتها. حاول والدها تعويض هذا الفقد فربطها بالأدب والشعر، وكان متأملاً في أن تدخل كلية الطب لتفوقها، لكنها تبعت شغفها ودخلت كلية الآداب لدراسة الأدب الإنجليزي. درست غادة في جامعة دمشق وتخرجت بدرجة بكالوريوس، ثم تابعت دراستها بالجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت على درجة الماجستير. عيناك قدري أول أعمالها القصصية وهي ما زالت طالبة، ثم تبعها لا بحر في بيروت، ثم أصدرت المجموعة الثالثة ليل الغرباء التي تعتبر واحدة من أشهر أعمالها الأدبية. تمتعت غادة كامرأة شابة باستقلال مادي، فقد كانت اللغة الفرنسية هي لغتها الثانية كذلك الإنجليزية. تنقلت بين بيئات العمل فعملت كأمين مكتبة، وخلال مرحلة الليسانس وجدت وظيفة كمعلمة في مدرسة تشارل سعد بالشوفات، ثم ككاتبة في مجلة الأسبوع العربي والحدث والعديد من المجلات حديثة العهد أنذاك. بعنوان بيروت 75 نشرت غادة أول رواية لها، تحدثت فيها عن واقع الحياة في بيروت، حيث تنبأت في تلك الرواية بحدوث الحرب الأهلية. وقد ترجمت هذه الرواية إلى عدة لغات، منها الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية. في العام التالي كتبت رواية كوابيس بيروت، التي جمعت فيها الذكريات والأحداث التي شاهدتها أثناء الحرب الأهلية في لبنان. وبعنوان يرسم نوستالجيا عظيمة كتبت غادة رواية رحيل المرافئ القديمة، متلاطمة هي الأحرف فيها بين الواقع المعاش ونبش الأحزان وتشريحها. وكتبت ليلة المليار، مضمنة إياها عجز المثقفين العرب في وجه مجريات تلك الفترة. جادت بقلمها الرشيق أيضا برواية سهرة تنكرية وديوان القلب العاري ويا دمشق وداعا وعاشقة الحرية وغيرها كثير. ارتبط اسم غادة السمان الريحانة الدمشقية بالرسائل الأدبية، حيث تبادلتها مع أنس الحاج وغسان كنفاني وبليغ حمدي، إلا أن توقيت نشرها لهذه الرسائل وتعرية خصوصيتها أدانها في نهاية المطاف. فازت النسخة الإنجليزية من روايتها بيروت 75 بجائزة جامعة تكساس للكتاب المترجم، كما فازت النسخة الإسبانية منها بجائزة أندلوسيا لأفضل كتاب مترجم. كانت غادة عصفورة محلقة بين غيمات الكلمات، وبعد كثير من التحليق والركض اليوم استراحت، فبدت كفراشة تطوي أجنحتها في باريس، حيث ابتعدت عن الإعلام والصحافة لما شاهدته من هضم لتاريخها، لتستقر في الخفاء تمسد أيامها بلين وعذوبة. اللغة
اللغة العربية لغة مروءة ونبل، تنتقي ألفاظها ومعانيها بأناقة ورقي، خاصة إن نطقت بها نفس ندية وثغر ينشد الكمال. من ذلك أنه كان يدعى المحتاجون الذين يطرقون أبواب أهل الخير بالسؤال، حتى إن أتى البرامكة فسموهم الزوار. يحكي الدكتور عبد السلام هارون في كناشة النوادر قائلا: ومن مظاهر المروءة والنبل عند البرامكة ما رواه أبو الفرج في الأغاني من قول أبي العباس بن خالد بن برمك: كان الزوار يسمون من قديم الزهر في أيام خالد بن برمك، يعني والده بالسؤال جمع سائل، فقال خالد: هذا والله اسم أستثقله لطلاب الخير، خصوصا أن يكونوا من أشراف الناس والأحرار، وإني لأرفع قدر الكريم أن يسمي به أمثال هؤلاء المؤملين، لأن فيهم الأشراف والأحرار وأبناء النعم، ومن لعله خير من يقصد وأفضل أدبا، ولكن نسميه من الآن الزوار. فقال بشار يمدحه بذلك: حذا خالد في فعله حذو برمك، فمجد له مستطرف وأثيل، وكان ذو الآمال يدعون قبله بلفظ على الإعدام فيه دليل، يسمون بالسؤال في كل موطن وإن كان منهم نابه وجليل، فسماهم الزوار سترا عليهم، فأستاره في المجتدين سدول. قال بشار هذا الشعر العذب في الساعة التي تكلم فيها خالد بهذا الكلام في أمر الزوار، فأعطاه لكل بيت 1000 درهم. قف على ناصية الحلم وقاتل، فلك الأجراس ما زالت تدق، ولك الساعة ما زالت تدق، وافتح نوافذك نحو الفجر الأزرق، وازرع نفسك في أرض خضراء، واملأ كأسك بالإرادة، فلك الأرض بغير انتهاء، وأنت جدير بهذا السفر، سفر مثمر أرجوه لكم، ونوايا متحققة بإذن الله تعالى. نحو السرد والقصص في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الوقت في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.